برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، يقوم وفد نيابي بزيارة برلمانية إلى المملكة المغربية الشقيقة بدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس النواب المغربي. وحول هذه الزيارة أكد سعادة النائب محمود فردان عضو الوفد النيابي المشارك، أكد أن هذه الزيارة تأتي تفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توصيات وقرارات القمة العربية 33 ودعم مبادرة مملكة البحرين في الدعوة لاستضافة المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والسلام. تهدف الزيارة إلى دعم تعزيز مسارات التعاون الثنائي في ظل العلاقات التاريخية المتطورة بين البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. من المقرر أن تشهد الزيارة عقد عدد من اللقاءات مع معالي رئيس مجلس النواب المغربي ولجنة الصداقة المشتركة وعدد من المسؤولين في المملكة المغربية الشقيقة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني ودعم العلاقات الثنائية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، واستعراض سبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الدولية. كما تأتي الزيارة تفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توصيات وقرارات القمة العربية 33 ودعم مبادرة مملكة البحرين في الدعوة لاستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار ودعم القضية الفلسطينية.